اختيار العراق ليوم استقلاله يوما وطنيا للبلاد، فقد تقرر خروج العراق من الانتداب البريطاني في 3 أكتوبر تشرين الأول عام 1932، بعد قبول العراق عضوا في عصبة الأمم بناء على طلب الانضمام المقدم آنذاك عبر وزارة رئيس الوزراء الأسبق نوري سعيد الباشا، ليصبح العراق أول دولة عربية تثبت استقلالها أمميا. هذا القرار يعني من ناحيتين، من ناحية يعتبر محطة مهمة في قيام العراق كدولة مستقلة على شكليا، نعم، واثنين انه هو ايضا يعتبر جزء من العمليه في استكمال مقومات الدوله العراقيه ونشوها وتكاملها. ومحل كل يعرف ان الدوله العراقيه لا تزال حتى هذا اليوم هي لم حقيقه في حاله صيروره، خلينا نقول نسميها في حاله التكامل لحد الان. نحو 90 عاما على استقلال العراق سياسيا، مؤرخون يعتبرون هذا اليوم عراقيا بامتياز، وقد صوت مجلس النواب في 22 من أيلول لعام 2020 على قانون العيد الوطني لجمهورية العراق الذي ينص على أن يكون يوم 3 من تشرين الأول من كل عام العيد الوطني لجمهورية العراق. إدخال العراق عصبة الأمم وإعلان استقلاله التام، وفعلا في يوم 3 تشرين الأول 1932 أعلن عن دخول العراق عصبة الأمم، ورفع العلم العراقي يعني على خلاف الدول المنطقة كلها. العراق أول دولة يرتفع فيها علمها في عصبة الأمم معلنا استقلاله التام. اليوم الوطني لجمهورية العراق يسجل على أنه استقلال عراقي، فيما تستمر المساعي حتى يومنا هذا لتشكيل دولة مستقرة اقتصاديا وحتى سياسيا. من بغداد صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.